دار الأوبرا ووزارة الثقافة هي المكان الوحيد. طبعا مفيش دلوقتي رجال أعمال عايزين يعملوا مشروع زي كده، لأنه يعني رجل أعمال بيدور على الفلوس الأول مش على القيمة أو الفن. القيمة طبعا في مهمته هو أو في المنتج بتاعه، لكن دار الأوبرا هي منوطة بأنه الفن هو مهمتها. فطبعا ده أأمن مكان وأحسن مكان. وطبعا أنت عندك كورالات وعندك مطربين ومطربات في الأوبرا أصواتهم حلوة شباب، وعندك أوركستر أكتر من أوركستر، من الموسيقيين اللي بيلعبوا شرقي والموسيقيين اللي بيلعبوا حاجات غربي أو مودرن أو كلاسيكيات أو كده. فأنت عندك هنا عناصر كتير جدا تقدر تخدمك. مشاركة الفنان محمد الحلو مع حضرتك التجربة، يعني كنا التجربة مع محمد الحلو. هو يعني هو اللي حصل بالظبط بعد ما الوزيرة معالي الوزيرة نبيني كلاني بعتت لي عشان تعمل لي مشروع بيت سنة غونة. كانت خدنا صور، يعني جه الأستاذ صلاح صورنا بتاع في الصالون بتاع مكتبها، ونزلت نزلت صورة منهم مع الكلام عن المشروع ان وزارة الثقافة والوزيرة هتعمل لي المشروع. فلقيت محمد الحلو ومحمد ثروت بيكلموني في التليفون اول ما الصورة دي نزلت والخبر تعرف، يعني كل واحد فيهم بشكل مختلف بينهم وبين بعض يمكن يومين ثلاثة، كل واحد فيهم قال لي انا معاك ان شاء الله اجي اغني اغنية وامشي. فطبعا دي حاجة حلوة جدا جدا. بيقول عليه مطرب المطربين محمد الحلو. مطرب المطربين بجد، يعني انا من اعرفه، يعني هحكي لك باختصار ما لا يعني ما يزيدش عن ساعتين اتقابلنا ازاي. يعني احنا كان هو طالب في سنه اولى في معهد الموسيقى، وانا طالب في اعدادي فنون جميله او اولى فنون جميله، وبنمتحن في مكان في فرقه جديده هتطلع لاحياء التراث الموسيقي. فكنا حوالي 75 80 ولد وبنت هيمتحنوا، فاللي قاعد بره بيسمع اللي بيمتحن جوه، يعني الاوضه اللي بيمتحن فيها الشخص اللي هيغني قريبه مني. فانا سمعت صوت عظيم عظيم يعني، فاستنيته وهو خارج قلت له انا عايز اتصاحب عليك. هو قعد بعد ما خلص غنى يستنى النتيجه، فسمعني وانا جوه بامتحن، فخرج بقينا اصحاب بقى خلاص. فمن ساعتها بقى يعني عمر طويل، كان عندنا 19 سنه وقت.